صورة لكاظم مدلل بزيارة قبر والده مدلل عامر، كلمتك بحق والدك المرحوم مدلل عامر. ما اقدر يا شيخ اقول لك. احنا تعلمنا على كاظم يعني مدلل اقول الله يرحمه. يزرع الابتسامة ودائما انا ما ما ادري ليش يعني، يعني انا اتخلون بهاي المواقف ما اقدر. انا والدي يعني كلش، انت تخيل انا ما مخلي له اي صوره بالبيت، ما اقدر اشوفه ولا اقدر اسمع صوته. والدي يعني توفى وهو شاب، الناس يشوفوه ضخم يعني يعتقدون انه بالعمر كبير، بس هو توفى وهو عمره 46 سنة. الله يرحمه الله ورحمته. يرحم والديك. ف وفاته مفاجأة يعني، راح يشوف صاحبه بالمستشفى وتوفى. فأقول له الله يرحمك يا بابا ويسكنك فسيح جنات إن شاء الله. الله يرحمه برحمة الواسعة. احنا اسفين، احنا تعلمنا على كاظم مدلل يزرع الابتسامة بقلوب العراقيين من خلال انا البرامج ما اقدر يعني، الكوميدية، جيت قبل من شويه خلال وما حتى الحلقه ما تصير كلها بكي. دموعك غالية علينا، الله واحنا يسلمك. اسفين مرة ثانية. لا بالعكس وانتهت فقرة الصور، وراح ننتقل وياك لفقرة اخرى ان شاء الله.